الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن سنة أولى زواج، غالبا في فصل الصيف، وهذه الأيام بعد شهر شوال الناس يعقدون عقود القران، ويكون هناك الزفاف وتكون هناك الأعراس. وهذه المناسبة نتحدث عن مشاكل الأزواج وكيف يمكن أن نبني حياة أسرية مستقرة، خصوصا وأن نسمع بأن الكثير من الزوجات يصيبها التصدع بسبب الخلافات المثيرة، وقد تؤدي إلى الانفصال والعياذ بالله. حديثنا اليوم عن تجربة سنة أولى زواج. لا شك أن الكثير من المتزوجين والمتزوجات يذكرون الشهور الأولى من زواجهم، كيف كانت الأجمل وهي الأفضل، ولكن هي أيضا الأصعب، لأن يقع فيها المواجهة ويقع فيها الاكتشافات للشخصيات المتباينة بل والمتناقضة أحيانا، ومن ثم يتساءلون كيف يمكن أن نتخطى هذه الصعوبات. فهذا هو موضوعنا. سنة أولى زواج هي الأجمل لكنها هي الأصعب، كيف نتخطاها؟ الكل يعلم بأن الزواج هذا سنة كونية وحقيقة إنسانية، ربنا عز وجل جعله ضروري للحياة لتستمر فوق الأرض وليكون هناك النسل وتستمر البشرية. وهذا الزواج الناجح ليس سهلا، ولكنه يحتاج إلى الكفاح وإلى النضال أحيانا حتى يستمر، خصوصا في السنة الأولى من الزواج التي فيها يتعلم الزوجان كيف يعيشان معا وكيف يقبلان معا رغم الاختلافات ورغم التباينات. عادة شهر العسل يكون جميلا وتكون فيه فرحة ويكون فيه بهجة وخرجات وسهرات وجلسات وليالي ملح، لكن بعده تبدأ الحياة تختلف وتبدأ المشاكل تظهر، وهنا تدق طبول الصبر والكفاح اليومي. حينما نستمع إلى مشاكل الناس وهي كثيرة وكثيرة جدا، قصص عن الزواج، سوف نلاحظ الكثير من العجائب. قصص قد نسمعها من أوساطنا لأصدقاء أو لمقربين أو حكايات حكتها، ليس من رأى كمن عاش، وليس من سمع كمن عاش هذه الأوضاع. ولعلنا حينما نفتح خطوطنا الهاتفية سوف نسمع الكثير من الآراء، ونسمع الكثير من القصص، ونسمع كثير من التجارب. بعضها قد يكون ناجحا، يكون قدوة، يصلح أن يكون قدوة للأجيال الصاعدة، والبعض الآخر ربما قد نستفيد من الأخطاء ومن العبر. سنة أولى زواج هي سنة البناء، فيها الزوجان يضعان اللبنات الأساسية القوية المتينة لمستقبل سيكون مليئا بالمسؤوليات. ودائما هذه السنوات الأولى من الزواج تكون هي الأصعب، خصوصا السنوات الثلاثة الأولى. فمهما كان الزوجان قد تعارف من قبل وكانوا على علاقة ود قبل الزواج أثناء الخطوبة، بل هناك من كانوا يتعارفان وهم في الدراسة، زملاء في الدراسة الجامعية لسنوات طوال، وكان بينهما تعارف وكان بينهما حوارات ومعاملات، ولكن لما يلجان إلى القفص الذهبي إلى الحياة الزوجية بتفاصيلها اليومية الصغيرة، هنا يقع الشنآن عادة. معظم
الأزواج والزوجات يقولون بأنه بعد فترة شهر العسل اللطيفة والرومانسية وفور انتهائها يبدأ التغيير الكبير وتبدأ مجموعة من الخلافات الشهيرة. وممكن أن نذكر أهم الخلافات ليس على سبيل الحصر وإنما فقط على سبيل التذكير حتى يتمكن الأزواج الجدد من الاستفادة منها وحتى لا يضطروا إلى الوقوع فيها. فمن بين أهم هذه الأسباب نلاحظ أسلوب الحياة المختلف. عادة الأزواج قبل موعد الزواج يكونون في وضعية للتفاهم والتعارف، وكل منهم عنده عادات يومية وحياتية خاصة به، وكل منهم له أسلوب حياة وفلسفة وجود مختلفة عن الآخر. ولكن بعد ذلك يقع تصادم في العادات اليومية ويقع نوع من الاختلاف البين مما يخلق بعض المعارك. مثلا هناك متزوجة تتحدث أنها اكتشفت لما تزوجت اختلاف الطباع بين زوجها. قالت بأنها هي فتاة كانت حالمة ورومانسية، لكن زوجها طبعه أنه عملي جدا، يهتم كثيرا بعمله، حتى إنه لما تزوج لم يستكمل شهر العسل، 3 أيام مباشرة بعد العمل من زواجهما راح إلى العمل ليستأنف. فهذه الفتاة شعرت بحزن عميق، كيف أنها هي حالمة رومانسية كانت تتمنى الخرجات وتتمنى السفريات، لكن الزوج طبعه عملي جدا ومنطقي جدا، هذا أدخل إلى قلبها الحزن الشديد. ورأت أيضا بأن هذا الزوج يتمتع بصوت عالي، صوته صاخب، إذا تحدث أفزع، وهي بالعكس كان صوتها شيئا ما رقيق وكل حنان. فوجدت اختلاف كبير بين صوته العالي الجبار وصوتها الدقيق الرومانسي، وتقول عن نفسها بأنها كانت فوضوية بعد الشيء، هي لم تكن منظمة في حياتها، كانت تعتمد على أمها وأختها الكبرى في كل شيء، هما اللذان يعدان الطعام والإفطار، وهما اللذان يقومان بترتيب شؤون البيت والملابس، هي فوضوية. لكن زوجها كان على عكس ذلك، كان منظم للغاية، وكان يعيب عليها هذه الفوضوية، ومن ثم صار هناك حتى ترتيب حجرتها، حجرة النوم لا ترتبها، وهكذا صارت دائما مع زوجها في صراع لأنهما مختلفان من حيث الطباع. هذه أول مسألة يتم اكتشافها بعد الزواج، أن الطباع بين الطرفين مختلفين، أحدهما يكون منظم والآخر يكون فوضوي، الآخر يكون عملي جدا والآخر رومانسي، وهكذا. ثم هناك من تتحدث بعض الزوجات أنها تشعر بالألم وبالحزن العميق، اكتشفت بأن زوجها متسلط. هذه من أصعب الصفات، أن يكون الزوج متسلطا. فبعض الزوجات تقول بأنها لم تكن على علم بأن زوجها هكذا يتحدث، لما رأته في الخطوبة كان دائما يبدو صامتا، وبين الفينة والأخرى يبتسم ويسترق نظرات، رأته بأنه هكذا مع العائلة، لكن لما صار في علاقة زوجية في بيت أسري واحد لاحظت بأن زوجها متسلط للغاية، وأنه دوما يحب الانفراد برأيه، وحتى أنه كان يرفض أي نقاش، يعني أن كل ما يقوله هو قرارات صادرة من الأعلى. كانت دوما هذه الزوجة تقول كنت أقترب منه برقة وكنت أحاول أن أداعبه لكنه كان عنيدا. أحيانا هذه الزوجة كانت ذكية فكانت تقول له يا فلان متى سوف يكبر هذا الطفل العنيد بداخلك، متى سوف يكبر هذا الطفل العنيد بداخلك. وهذا الطفل فعلا بدأ يرجع إلى صوابه، لأن كل رجل مهما كبر مقامه بداخله طفل صغير عنيد.
وبداخله أيضا شخصية رجل كبير مسن يفكر بعقلية جده. أي رجل مهما بدا لك بأنه رومانسي وأنه عقلاني وأنه حداثي فبداخله شخصيات متعددة. هناك شخصية الطفل العنيد الذي يحاول أن يكبر ولا يستطيع، وبداخله شخصية الجد الكبير المسن الذي هو كثير الانتقادات. سبحان الله، تقول هذه السيدة بأن هذا الزوج بهذه المداعبات وبهذه الطرق اللبقة استطاعت منه أن يصبح أكثر مرونة، واستطاعت أن تستوعب هذا الاختلاف وتتحمل هذه الطبائع المختلفة، وبالتالي وقع هناك نوع من الانسجام، في حين أن هناك من لم يستطع أن يستوعب هذا الاختلاف وتحمل الآخر فوصل إلى الباب المسدود. هناك أيضا مما يقع بين الأزواج في سنة أولى زواج، وهو سوء الفهم المتبادل. كل له طريقة في التفكير، وكل له طريقة خاصة به في التعبير. غالبا ما يخفي الأزواج مشاعرهم الحقيقية بشأن بعض الأمور، وهذا يولد سوء الفهم مما يؤدي تدريجيا إلى الاختلافات ثم تتطور إلى المعارك. لهذا ينصح بأن هذه المشكلة كيف نواجهها؟ نواجهها دوما بالصدق والمصارحة، لأن المواجهة بالصدق والمصارحة أول بأول نستطيع أن نمتص هذا الغضب تدريجيا، وإلا فإن ذلك قد يصل إلى مرحلة الانفجار بسبب التراكمات المتعددة. عادة ما يقع هذا الاختلاف بين الأزواج قد نسميه تكامل، هناك من يسميه اختلاف، لكن الناجحون يعتبرونه تكامل. مثلا إحدى الزوجات كانت تقول: كنت أضيق جدا باختلاف آراء زوجي عن آرائي، وكنت أضيق بأن طباعه مختلفة عن طباعي، لكن بفضل الله تعالى وبعد العشرة الطويلة بدأ هذا الاختلاف نتعاون عليه لنجعله تكاملا، تكامل في الصفات وتكامل في منطق التفكير وتكامل في السلوك. هذا يؤدي إلى تنوع الحياة الزوجية وتصير أكثر سعادة وطمأنينة. فمثلا تقول هذه الزوجة بأنها طبعها أنها كانت صارمة مع الأبناء، هي صارمة وهي شديدة الطباع وشديدة النقد وتصرخ دوما، لكن الزوج كان حنون جدا وكان متفاهم إلى أقصى حد، لأنه كان يغيب ساعات طويلة في العمل، وحينما يرجع يجد أولاده فيغدق عليهم بالحنان. أما هي ربة بيت فتراهم دوما ودائما تصرخ ودائما صارمة، وطريقة التربية بينهما تختلف. لهذا كان الأولى حتى لا يؤدي هذا الاختلاف إلى نوع من الصراع الذي يؤدي إلى المعارك، فكانت الأفضل أننا نجعل هذا الاختلاف نقطة للصالح، وهو تحقيق توازن بين الطرفين، أن كل واحد يصير يقترب من الآخر، وكل واحد يحاول أن يجعل طريقة تفكيره وسلوكه مع الأبناء هي متقاربة لتحقيق التوازن، وهذا كله لصالح الأسرة. مشكل آخر كبير يعترض الأزواج خصوصا في سنة أولى زواج، وهو مشكل تدبير الشؤون المالية. فبعد الزواج يتحمل الزوجان نفقات المعيشة، ويتحملان إدارة شؤون البيت وتدبير المصاريف، وهذه المسألة تكون عادة موضع نزاع وخلافات. إما أن يكون الزوج ربما ينفق ولكنه يخشى الفقر فتتهمه الزوجة بالبخل، وإما أن الزوجة تنفق ولا تخشى الفقر فيتهمها بالتدبير، وهنا يقع دوما النزاع، خصوصا إذا كانت المرأة تعمل. فالمرأة إذا كانت تعمل وتدر دخلا كالزوج يبدأ الحسابات، يعني طرق استثمار الأموال، مستلزمات الشراء، وتبقى دائما هذه الصراعات قد تؤدي إلى اختلافات كبيرة. الحل هو في تحديد ميزانية للبيت، والحل في تقسيم هذه الميزانية إلى بنود تحدد المصروفات والنفقات والالتزامات الشهرية،
وهكذا ممكن أننا نكون على بينة ووضوح. يعني في أول الشهر نأخذ ورقة وقلم ونكتب الفواتير، فاتورة الماء والكهرباء، فاتورة الكراء أو مصروف البيت، فاتورة الطعام والشراب، فاتورة تمدرس الأطفال، وهكذا. إلا أن الخبراء في هذا الميدان كانوا يوصون دوما بأن لا تخلو الميزانية من بند للترفيه، لأن معظم الأزواج حينما يضعون البنود للمصاريف خلال الشهر ينسون الميزانية المتعلقة بالترفيه، وهذا يؤدي إلى الكثير من القلق والتوتر بين الطرفين. وهكذا المشاكل لسنة أولى الزواج كثيرة ومتعددة، إما تكون داخلية بين الزوج والزوجة، وإما في سوء وشؤون التدبير. لكن المشكل الأكبر يكمن في العائلة، عائلة الزوج أو عائلة الزوجة. فالتعامل مع العائلة قد يكون ناجحا، ولكن في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى نوع من التصادم. البعض يظن بأن عائلة الزوج تعامل معها يمثل عبئا نفسيا على الزوجة، خصوصا إذا كان هناك اختلاف فكري وجذري في طريقة التربية أو العادات والتقاليد. كل يتصور الصواب من منظاره، ما هي أصول التربية، ما هي أهم العادات والتقاليد التي ينبغي احترامها، فيقع اختلاف بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة، وهنا الاختلاف قد يتطور إلى مشاحنات وربما إلى شجارات تؤدي إلى التأثير على الحياة الزوجية بأكملها. أفضل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هو محاولة التعرف على طريقة التفكير عند الآخر، أتعرف على طريقة تفكيره، على أسلوب حياته، على أهم انفعالاته، ثم أتجنب الاصطدام معه حتى تبقى حياة هادئة ومستقرة تدوم وتدوم. إحدى الزوجات تقول بأن مشكلتها مع عائلة الزوج هو تدخل أمه، فهي تقول بأن زوجها كان طيب للغاية، لكن شعرت بأنها منذ أول أيام زواجهما أن الأم تتدخل في حياتهما بشكل مزعج، حتى إذا سافر إلى أي مكان في رحلة مثلا كانت دائما الأم تتدخل وتقول له: يا بني عليك أن توفر الأموال، عليك أن لا تبدر، هذه العروسة تريد فقط الإنفاق، ولا تدرك بأن الحياة صعبة وأن المستقبل يخبئ لكم مفاجآت، ادخر يا بني. والزوجة تريد السفر وتريد الترفيه، والأم تريد التوفير. هنا يقع نوع من الاصطدام. تقول هذه الزوجة أنها كانت صابرة في الأول، مرة كانت ترفض، ومرة كانت تصرخ وتقيم الدنيا ولا تقعدها، ومرة تتغاضى، وهكذا. لكن في فترة من الفترات هذه الزوجة ستضع زوجها أمام خيارين، قالت له: إما أنا وإما أمك، حدد، إما أمك. وهنا بدأت المشكلة، مشكلة تدخل الأهل. فالصلح هو ضروري أن يكون في مثل هذه الحالات. الأم هي في الأصل هي كتكون حنون، ولكن فيما بعد لما رأت بأن العلاقة الزوجية سوف تنفصل، الأم تنازلت عن كبريائها وتنازلت عن تدخلها لصالح ابنها، ووعدتهم بعدم التدخل إلا إذا احتاج إليها. لكن بعد مرور 3 سنوات تقريبا هذه الأم ستفاجأ بأنها صارت جدة، فابنها وزوجته رزق ببنية صغيرة، فشعر أنها أصبحت جدة، فصارت أكثر حيوية ونشاط. وتقول هذه الزوجة وطدت علاقتها مع حماتها وصارت مثل صديقتها، وصارت أحيانا تتدخل لفائدتها إذا كان ابنها يصرخ عليها، تقول لابد أن ترقق قلبك اتجاه أمك، وبالتالي صارت العلاقة طيبة من خلال الصبر ومن خلال التنازل ومن خلال أن الإنسان يتغاضى أحيانا. عموما أيها الأحبة الكرام، سنة أولى زواج هي سنة صعبة للغاية. عادة الناس تمر عندهم بسلام، والبعض الآخر تتخذ عندهم شدة كبيرة، لأن نقول بأن العلاقات من البشر هي ليست كبقية العلاقات الأخرى،
فهناك علاقة اتخذت منحا آخر بعد انصرام السنة الأولى. وكم يغير الزمن من الأشخاص إذا لم يتغيروا. فالمجتمع والحياة تطلب التغيير دوما والتوجيه دوما، وهناك طرق كبيرة للمحبة والمودة والوفاق حتى تستمر وتمر الأزمات بسلام. لن نطيل عليكم مستمعي الأفاضل، أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51. يسعدنا كثيرا أن نستمع إلى تجاربكم في الحياة من خلال السنوات الأولى للزواج، كيف كانت وكيف صارت. الغاية هي أن نستفيد من أخطاء بعضنا البعض، وأيضا نستفيد من النجاحات التي حققها البعض لتكون عبارة عن مدرسة للتعلم وللتفقه في شؤون الحياة السعيدة المستمرة. نبقى أيها الأحباب الكرام مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا وصلنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء، ويسعدنا أن نستمع إلى مكالماتكم ونستمع إلى ربما تجاربكم في الحياة، خصوصا هذا الموضوع سنة أولى زواج هي الأصعب وهي الأجمل وهي التي تقع فيها عادة أحداث غريبة قد تؤثر على المسار الأسرية إلى ما لا نهاية. نبدأ أول مكلمة من مراكش، معنا للا وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مستر الحاج في ديال بخير. الله يبارك فيك للا. معك أم تسنيم، عقش عليا. هي عقش أم ياسمين، يا مرحبا يا مرحبا. يا سيد الحاج في ديال بخير. الله يطول عمرك بنتي، مرحبا أهلا وسهلا. دابك أستاذ بنسولك الله يجزاك بخير، وخا بنسولك شي سؤال بعيد على هادشي كاع اللي إيه؟ دابا عندنا واحد الأرض، ديك الأرض اللي كنت قلت لك على حساب الورثة اللي بغى يبيعو. إيه؟ هاد اليوم جا واحد شاري ولا جا كيمشي، ونورت واحد عمتي قالت لهم راه أنا اللي درت ليها واحد الحاجة زوينة، درت لها التعويض، قالت لهم أنا اللي درت لهم داك التقاف باش ما تباعش. قالت لهم ما عقلتش فين درتو. إيه؟ وبغيت نستفسر معاك الله، خلاص نجيو داكشي باش يخسر. حيت دابا شي سبع سنين دابا تجارتو. لا إله إلا الله. دابا لي ما فاجئ تشاري وقفوا على البيع، في المجال شي شاري كيمشي فحالو حتى البائع فيه يقول لهم راه انا اللي درت شي حاجه وما عقلتش شنو درت. نعم لله. الله يجزاك بخير، قلنا شنو نجي الله يسهل عليك يا استاذ. واخا بنتي باذن الله، باذن الله للوفاء. مرحبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا لك للوفاء. الكساد في البيع والشراء وعدم بيع بعض الأراضي ربما يكون لأسباب منطقية، عادة تكون إما السوق كتكون راكدة، أحيانا السوق تكون راكدة في فترة كورونا، معروف عند الجميع بأن صفقات البيع والشراء في الأراضي وفي المحلات التجارية وفي المقرات السكنية كانت شبه ضعيفة، لأن الظرفية الاقتصادية كانت مؤثرة. وقد يكون عدم البيع ربما لغلاء الثمن ديال المبيع، أو ربما لأن أصحاب البيع لم يحسنوا التسويق لهذا المنتوج ديالهم، إما أرض وإما كذا تحتاج إلى تسويق، إلى إشهار، إلى غير، ربما لكل أسباب معروفة عند أصحاب المال وأصحاب التجارة. إلا أن للوفاء تركز على نقطة أخرى وهي ما يسمى بالثقاف، الثقاف في بيع الأراضي، هل هذا الثقاف حقيقة موجود أم لا؟ الذي يبدو أن الثقاف هو حقيقة تكون في الزواج وتكون في البيع والشراء وتكون حتى في قضايا أخرى كثيرة ومتعددة. الثقاف هو واحد العملية من خلالها يتم توقيف أي حركة وأي مبادرة نحو الأمام. كيكون في الزواج إلى شي واحدة قدرت تم تثقيفه، مرأة أو رجل لا يتزوج، وقد يكون متزوج ويثقف بحيث لا تكون له علاقة عاطفية طبيعية مع الزوجة. وياما رأيت بأم عيني رجال
فضائل من 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 من, من كبار المقامات وصحة وعافية، ولكنه مثقف، والسبب ربما امرأة ثانية كانت عاشقته أو وعدها بالزواج ولم يوفي أو غير ذلك حسابات، فيتم الانتقام منه عن طريق الثقاف، فيبقى بدون رغبة وبدون قدرة على المعاشرة الزوجية، ويذهب عند الأطباء ويذهب عند الخبراء ولكن دون نتيجة، لأن المسألة هي روحية. وأيضا الثقاف قد يكون من غير الزواج، يكون في البيع والشراء، كتكون أرض معينة، حسابات ومادية ورغبات للأعداء، الناس يتعادى بعضهم مع بعض، فيريد أن ينتقم من فلان فيقيم له الثقاف إما في المحل التجاري وإما في الأرض. ياما نلاحظ في بعض الأسواق تلقوا محل تجاري فيه نشاط وفيه واحد الحركة تجارية نشيطة جدا، البيع والشراء والناس يترددون عليه، وبجانبه محل آخر شبه راكد كثير جدا، إما محل متخصص في الأطعمة والأشربة تتقع عليه الزهام والناس ينتظرون خروج الزبناء ليدخلوا الفوج الثاني، وبجانبه محل آخر يبيع مواد غذائية نفسها، ولكن لا أحد يأتي إليه إلا نادرا، وكل من جاء مرة ثانية لأنه فارغ غادي يلقى الراحة، لكنه لن يعود مرة أخرى لأنه يشعر بالاختناق. وكذلك في الأراضي، هناك أراضي كبيرة التي تباع وتشترى، أي يقع فيها نوع من هذا الثقاف، فلا أحد يقبلها دائما حتى يتم عملية التشاور والتراضي إلى آخر بن ويتم الاختلاف. هذا الثقاف هو موجود. المخرج من ذلك وهو أن الإنسان أولا يربط اعتقاده بالله ويعلم بأن هذا سحر وكيد الساحر كان ضعيفا، هكذا قرر القرآن الكريم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يفلح الساحر حيث أتى. يكون عندك اعتقاد بأن الساحر والشيطان أعمالهم مهما كانت قوية، لكنها إذا ارتبطت بقلب خاشع وبلسان ذاكر فإنها تصطدم مع الجدران ولا تؤتي أكلها إلا قليلا. أول شيء لابد أن نوطد العلاقة مع الخالق عز وجل، بأن ما أصابك لم يكن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذه القاعدة العامة في الدين. ثم بعد ذلك نحصن أنفسنا، التحصين يكون بالأذكار، إذا شعرت بأنك مستهدف من جهة معينة، إما منافس لك في التجارة وإما ناس كتبهم علاقة عاطفية ثم انقطعت وربما كيبغوا يؤديك ما يخلوكش تسعد مع الآخر، عليك أن تكثف من الأذكار، غير تشعر بأنك مرصود وأنك مقصود، عليك أن تكثف من الأذكار، من التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار والحوقلة. الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من عند الله، كنكثر من الأذكار. ثم بعد ذلك كنكثر من الصدقة، الصدقة مهمة للغاية، لأن المال إذا اجتمع لابد لكي يباركه المولى ولكي ينميه المولى لابد أن يخرج منه نصيب، لابد، إذا لم يخرج منه نصيب هذا المال فإنه يركض ويصير راكدا وكيبقى مولاه محبوس منه، مولاه اللي هو أنتجه الثروة يحبس عنها. إذا لم يخرج منها شطرا، ربنا عز وجل وعدنا بالزكاة نخرجها عن طيب خاطر، وأحيانا قد نضطر إلى إخراج الصدقات، هذه الصدقة تبطل كل الأمور الخبيثة الشيطانية من ثقاف ومن سحر ومن حسد ومن عين وغير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الخلق إلى الطريق المستقيم ويبعدنا عن طريق الشيطان والسحر والشعوذة، لأن هذه تفضي والعياذ بالله إلى سوء السبيل. نسأل الله على الوفاء أن يحفظكم في هذه الأرض وأن يبارك الله فيها. كتري بنتي من ذكر، قل الورثة كلهم يذكروا الله عز وجل، يقرأوا واحد السلكة ديال القرآن العظيم، أو أنهم يجيبوا الطلبة، كاين الطريقة المعروفة عندنا في التقاليد المغربية، كيجيبوا طلبة القرآن إلى البيت، كيخرجوا واحد السلكة
ويتم إطعامهم. كيديروا واحد القصة عادية الكسكسو كيطعم فيها واحد 3 ولا 4 ولا 10 ديال الطلبة القرآن، كيقراوا ما تيسر السلكة بكاملهم، ونكرم هؤلاء الطلبة ببركة من المال نسعدهم بها، ليس بيع للقرآن وإنما هذه هدية السرور، وهذا كيتسمى التحصين. ثم غناخذ واحد القدر ديال المال ونعطيه للفقراء، اما ايتام اما ارامل اما مرضى، كنوسع على بعض الناس اللي هم مستضعفين، كنفرحهم باش ربي يفرحني بدوري. وهكذا غتلقى بان الامور تمشي بسلام بفضل الله تعالى. لالا وفاء، الله يكمل لكم الرجاء، الله يسعدكم، اللهم امين، اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحول أيها الأحباب الكرام إلى آسفي مع للا نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا بك نادية. كبير عمك وريفة. لبس الله يبارك فيك. يا مرحبا. كبير العائلة. كبير العائلة. كل شيء بخير، بارك الله فيك بنتي. أنا باقا ما غاش نعاود لك للزواج. يعني إيه لك تقول الناس؟ أيه بإذن الله، ما زلت تنتظري ولد الناس إن شاء الله. باقا كنتظر إن شاء الله. باقا صغيرة، باقا صغيرة، داش كل حاجة بالأجل ديالها بنتي، كل حاجة بالأجل. داكشي اللي كاين. أيه بنتي بإذن الله. وسبق لك أن ديال تخطبتي؟ تخطبت عدة مرات. وعلاش بنتي ما كيكملش الأمور؟ يعني كيجي أكثر هي كيشري وحصار مني. ما شاء الله. ماشي عيب، ماشي عيب، ماشي عيب تكون المرأة أكبر من الراجل، ماشي عيب، ماشي عيب، ماشي حرام. وين كان شي ود الناس عليه؟ ربما غير عادات وتقاليد الناس. كان شي ود الناس فاضيين عليه. أيها بنتي نادية بإذن الله. أي نادية، أنت بنتي من النواحي ديال الأسفي. من النواحي ديال الأسفي، واخا يكون هو كاع. يا بنتي نادية. نعم؟ كاين واحد الشاب، واحد الشاب كان اتصل بيا مؤخرا، كيسكن في الرحامنه. شحال السن ديالك ناديه؟ شحال السن ديالك؟ عقلتي عليا، انا كنقول لك بنت 76. يا بنت 76، عقلت عليك بنتي، هي بنت 76، هي باذن الله. الا غير انا قبل السن، حيت واحد الشاب عنده 27 عام يلا اتصل بيا مؤخرا من الرحامنه وقال لي إذا ما تكشف الناس على يديك في مكانت رجل متقي وعنده 27 سنة دائما كيبقى مشكل السن. هو قبل هاد السن ديالي أنا ما عرفش، اتصل به إن شاء الله. كل تيقول لك كل زرع له كيانه، كل واحد عنده نصيب دياله بإذن الله. كل شيء كل شيء قريب عند الله تعالى. داكشي اللي كاين. واخا بنتي نادية، أنا غنسجل الرقم ديالك إن شاء الله غيبقى عندي بإذن الله. وهذه فرصة غنقول للشباب، إذا كان شي حد بغى يتزوج على سنة الله ورسوله، هذه البنية نادية من مواليد 76 من نواحي أسفي. أنا أذكر سبقتي اتصلت بنا أنك ربة بيت، وأنك الحمد لله صبورة وقانوعة وناوية الخير، وإن شاء الله ربي يقول لنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الزواج بنتي نادية هو قسمة ونصيب، الزواج بحال بحال الموت، ما حتى واحد ما يقدر يفلت منه إلا ما نظر. وهذا الزواج له قدر محتوم، وله زمان، وله كيفية مكتوبة عند الله تعالى. المتزوجين هما مكتوبين في السماء، وربك يبارك للجميع. الله يحفظك بنتي نادية، الله يكمل لك الرجاء، ونقام على اتصال بينك، وغنكون سعداء إذا كانوا بعض الشباب بعض المرات كيبغوا يتزوجوا، أو كاين بعض الرجال سبق لي تزواج ربما طلاق وبغى يعاود فرصة ثانية. دائما الفرصة الثانية موجودة، وحتى الثالثة والرابعة دائما الفرص موجودة. الإنسان لا ينبغي أن يسأم، ولا ينبغي أن ييأس، وينبغي أن يستمر حتى ولو أغلقت الأبواب، عليه أن يقاوم، وعليه أن يناضل، وعليه أن يعيش الحياة. ما دام ربك عز وجل قد خاءك في الوجود، لابد أن تعيش وتصارع من أجل العيش الكريم وتكافح، وربي غادي يبارك. شكرا لك نادية، وغنتحولوا إلى مكالمة أخرى من إقليم مراكش مع أم محمد من مراكش. السلام عليكم السقريبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكدير ولدي، مبارك عواشركم. الله يبارك فيك لله.
والله ينور هذا الاذاعه يا ربي، راه دائما تنصنطيها وديما تنقول امين وتنفرح بها. الله يعمل سيد ربي ينوركم وينورك وليدي، ويعمل سيد ربي يعطيك صحتك وعينك ويخلي لك وليداتك. راه نورتينا، راه 10 سنين هادي وانا تنصنط لك. بارك الله فيك بنت ندم ام محمد، بارك الله فيك الشريفه. الله يستر عليك. تندعى ليا مع واحد البنيات بجوج، وجوج بنيات تاع ولاد ولدي ان شاء الله يجيب لهم الله اللي فيه الخير. يا ربي يا ربي. وعندي شويه تاع الصداع في الدار، الله يعمل صدر ربي دعي معايا حتى انا. الله يعمل صدر ربي يحيد عليا هذا الصداع وهذا اللي دار لي تيدوي. صدر ربي كريم. لا اله الا الله. ويهدي ليا وليداتي اللي ما تيصلي الله يهديها يصلي. يا ربي. واللي بغا يتزوج نطلبوا الله. عندي جوج بنيات، وحده كبرات تاهي رجعت من دار القديمه تزوجات شاي وبقات هكاك، وحده عندها 33 تاهي قرات ونطلبوا الله يجيب لها اللي يليق ليها. والبنيات الناس كاملين، ودعي معايا السي قريبا، دعي ليا مع بنياتي ودعي ليا مع وليداتي ودعي مع خوتي ومع جيراني. يا ربي يا ربي يا كريم. الله يعمل سيدي ربي يسهل عليهم كاملين، ويسهل على وليدات الناس كاملين، ويسهل على بنيات الناس كالرزق يا سيدي ربي الكريم. اللهم امين لله، اللهم امين. صاحبتي بنتي تيارات طيحت العقد، نطلبوا الله يسخر لها، يسخر بنيات خوتي وبنياتي وبنيات الجيران كاملين يا ربي امين. اللهم امين يا كريم، اللهم امين. شكرا لك لاله ام محمد، كنشكرك لاله، الله يحفظك ويرعاك، والله يحسن جميع العوان ديال الامهات. الامهات كيولدوا الوليدات والبنيات، وتمر السنوات وكيبقاو دائما هازين الهم. لا ترتاح الام ولا الاب على مصير اولادهم، سواء في مرحله الطفوله او المراهقه او الشباب او عند الزواج، وحتى بعد زواج الاولاد والبنات وكيخلفوا صبيان وبنات، كيبقاو دائما جدات هازين الهم ديال الاحفاد ديالهم. لن ترتاح الام ولا الجده الا بعد ان ترى ابنائها واحفادها في وضعيه مستقره، خصوصا لما يكبروا في واحد السن كيكون المصير المحتوم هو تكون البنت في بيت زوجها، وكيكون في عصمه رجل يرعى شؤونها ويقضي حوائجها وتعيش حياه مستقره، رغم ما نسمع عن الزواج في مشاكل وفي خلافات وفي صراعات، لكن فلسفة الوجود كما خلقها رب الوجود أنه لا بد أن تستمر الحياة بعلاقة زوجية لتكوين أسر، والأسرة يكون فيها أولاد وبنات لي المحضن الأساسي للحياة. هذه فلسفة الوجود، هكذا خلق الله تعالى الحياة، وعلينا أن نتقبل كل ما فيها من مشاكل ومن متاعب وتستمر إلى لقاء الله، لأن الحياة تبقى دائما قصيرة جدا، فيلم قصير سرعان ما ينتهي ونرحل نعود إلى المولى عز وجل الذي صمم هذه الحياة، وهو اللي أبدع فيها وجعلها كما هي، ثم ليرينا جزاء أعمالنا. الصابرون يجازيهم الله خير الجزاء، والعاملون ربنا يثيبهم خير الثواب، والمسيئون يغفر الله لنا ولهم أجمعين. لأن أم محمد نطلب الله سبحانه وتعالى هاد البنيات ديولك أنهم يكمل لهم الله الرجاء. صعيب أن البنت ملي كتكون في واحد السن معينة وكتنتظر الزوج وربما لا يأتي، أو ربما كتطلق وكتسنى الفرصة الثانية. هذا قالت أم محمد، قالت لك عندهم الصداع في الدار، هذا متوقع. الصداع يعني الصراع والخلاف متوقع غادي يوقع. علاش؟ لأن النفوس مختلفة ومنطق التفكير متباين، والمصالح أيضا متضاربة، وأكيد أن هذا الوضع نتوقع أن يكون صداع. ولعل أم محمد ذكرت لنا السبب وهي لا تدري، قالت الله يبليهم بالصلاة. الصلاة أيها الأحباب الكرام هي العمود الفقري للدين، وأيضا هي المفتاح للفرج. إذا لقينا واحد البيت عامر بالصداع وعامر بالخلافات، أول انطباع كيجينا هو أن أهل هذا البيت لا يصلون، أو بعضهم يصلي والبعض الآخر تارك للصلاة، أو أن صلاتهم خفيفة. هناك من عنده صلاة خفيفة يصليها بعد فوات الوقت، ولا يصليها مع الجماعة في المسجد، ويصليها بسرعة
كتسمى هذه الصلاة الخفيفة، راه كيصلي راه محسوب مع المصلين، لكن تأثير صلاته ضعيف لأنها خفيفة. الصلاة كتكون مع الجماعة في المسجد وبالتركيز والخشوع والطمأنينة والسكينة. فأيما بيت وجدنا أهله صلاتهم خفيفة، أو بعضهم يصلي والبعض الآخر لا يصلي، أو أنهم في مجموعهم تاركين الصلاة، نتوقع بأن هذا البيت غيتكون فيه خلافات وصراعات وصداع، كما قالت أم محمد، صداع ضروري بين الزوج والزوجة، بالأباء والأبناء، بالإخوة والأخوات، ضروري جدا. هكذا هي الحياة. إذا كانت الصلاة فإنه على الأقل نجتمع معا، نتوضأ ونرفع الأذان ونصلي جماعة في البيت، هذا يؤدي إلى تهدئة النفوس، إلى انشراح الأرواح، وغادي يؤدي إلى المحبة والمودة بين أفراد الأسرة. نطلب الله سبحانه وتعالى، أم محمد أنت هي الترية ديال العائلة، أنت هي الكبيرة ديال العائلة، وعندك تجارب في الحياة، ولا شك بأن الحمد لله فيك الإيمان وفيك اليقين. بغيتك أم محمد تعاوني هاد البنيات وبقية أفراد الأسرة، غتعاونيهم بالدعاء في السجود، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل، حينما نعجز عن إيجاد الحلول المناسبة، لأن الحياة معقدة والسلوكات تاع الناس كتكون مختلفة، وأحيانا النصيحة لا تقبل والإرشاد لا يكون فعالا. ماذا نصنع؟ هنا نلجأ إلى السلاح الذي لا يهزم، السلاح القوي الذي جعله الله تعالى في أيدي المؤمنين والمؤمنات في كل وقت وحين، وهو سلاح الدعاء. في جوف الليل والناس نيام، أم محمد تستيقظين، صلي واحد ركعتين خاشعتين، وكترفع أكف الضراعة إلى السماء، وتقولين: يا رب، هؤلاء بناتي وأبنائي أكرمتني بهم ولا يخفى عليك حالهم، يا رب ارفع عنهن الموانع وارزقهن القبول، واختر لكل من بناتي الزوج الصالح الذي يقوم مؤمن ويكون متقي وتعيش معه حياة الاستقرار وحياة السعادة. ندعو الله تعالى كثير بالدارجة، ندعو الله تعالى باللغة الطبيعية ديالنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلقى التغيير الإيجابي في القريب العاجل، لأن الدعاء هو مفتاح الفرج. فأسأل الله الكريم المتعال: يا رب، يا حنان يا منان، هذه الشريفة الغالية أم محمد من مراكش، يا رب إن قلبها متعب، يا رب إن همها كثير مع أولادها وفلدة كبدها، اللهم اطفي عنهم هذا الغضب، اللهم اطفي عنهم هذا الصراع والخلاف، اللهم ابليهم جميعا بالصلاة في وقتها، اللهم ارزقهم من المصلين الراكعين الساجدين، واجعلهم يا رب مباركين في كل وقت وحين. آمين آمين يا أرحم الراحمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويثيبكم. وربما الآن حان وقت أذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، تقبل الله صلاة الجميع، ونواصل هذا اللقاء المبارك، واللحظة نتحول إلى الدار البيضاء مع مكالمة مع للا لطيفة. السلام عليكم دكتور كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن لي الشرف أنني كنهضر معك، وبغيت نطلبك وديما نطلبك ان شاء الله، وديما كنطلبك الدعاء ليا مع الوالد ديالي، توفى والوالده عندي مريضه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وعندي الوالد كان عندي عزيز، فيه با، فيه صاحبي، فيه كل شيء. مني توفى الوالد طاح لي نصي بزاف. الله اكبر. كان عندي الوالد فيه كل شيء، فيه با، فيه خويا، فيه في الصديق ديالي، فيه كل شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله الحبيب وسلم. لما الوالد توفى عندي دابا عام ونص، وبقى عندي نفس الإحساس. توفى لي الوالد بين يدي، كنت مصاحبة معه، صلى الفجر وصلينا الضحى وخرجته الموت، وكان كاين بزاف ما عمرني حلمت به مرة دكتور، حلمت به قلت له: الحاج انا توحشتك، وجهه ما كنشوفوش. قلت له: الحاج فين كنتي؟ قال لي: كنت عند النبي سيدنا سليمان.
الله أكبر. أنا جيت من الحج وجيت نشوفك توحشتك عنقني ومشى. هذيك هي الحلم اللي حلمت به مرة واحدة. ما شاء الله، هنيئا له، هنيئا هنيئا لله. طيب بزاف ومتدين، ورغم ذلك دير قرجوطة صناعية كيصوم الاثنين والخميس وكيصوم أيام البيضاء وما كيعمرش مع شي واحد ما كيكونش معمر قلبه بالله. سعداته أن لطيفة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله الحبيب وسلم، لا إله إلا الله، إن لله وإن إليه راجعون. كنطلبك الله يجازيك بخير لما ادها لي مع الوالد وادها لي مع الوالدة هيانا شوية، الله يجازيك بخير يا رب يا أختي لطيفة. شكرا لك، ادها لي مع رجلك يشد الطريق، الله يجازيك بخير. روح في لي الشرف، ديما كنعيط لك وما كيشدش لي الخط، الله يجازيك بخير يا رحمن الرحيم. بارك الله فيك لله. بارك الله فيك. مرة كان حاسب راسي كان هدر مع أخوي مع أبا مع بزاف الحوايج، ولكن الحمد لله فشد لي ربي الخط هذيك يدني وما فيها. الله يحفظك الشريف، الله يحفظك لله، الله يطول عمرك. لا إله إلا الله، إن لله وإن إليه راجعون. الله يخفف ما نزل، الله يرزقك، الله يجزك بخير، والله يثبت لك الاجر، والله يجعلك في الميزان المقبول، والله يجعلك تكون من اهل الجنه ومن اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ربي الله يبشرك تكون من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم امين، اللهم امين يا رب. يا ربي يا كريم، الله يجزك بخير لما ادعى لي مع الوالد ومع الوالده ورجلك يشد الطريق، والله يجزك بخير. بارك الله فيك يا ربي يا كريم. شكرا الله لك فيك، الله شكرا لطيفة، شكرا لك. الله يخطيك، الله يكبر بيك، الله يجعلك في ميزان المقبول، الله يثبت أجرك مع الله عز وجل. أعزك الله أختي، أعزك الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن لله وإن إليه راجعون. الله يجزك لطيفة. نعم يا ربي يا ربي أختي. واخا أنا ندير واحد الدعوة ديال الخير أختي لطيفة. شكرا لك، شكرا لك. وأولا بتنبشر الأخت لطيفة بأن كل ما قلته على الوالد ديالك هذا كله يحمل بشارات وكيحمل الحمد لله بوادر الخير، لأن الميت إذا رأيناه في المنام وكان مع الأنبياء معنى أنه بشارة لهم أنه من أهل الجنة، أن الإنسان يوم القيامة يبعث إما مع الأنبياء والمرسلين، وإما يبعث مع الأولياء المقربين، وإما يبعث مع المجاهدين، وإما يبعث مع العلماء العاملين، وإما مع الصالحين. مراتب، هناك رتب، لأن البعث والنشور في مقامات، والجنة فيها مقامات. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة لها 100 طبق، بين الطبق والطبق ما بين السماء والأرض، كل طبق فيه الأخيار، ومن أعلى الطوابق هي اللي فيها الأنبياء والمرسلين. ما دمت أنك رأيت والدك مع نبي الله سليمان، معنى هذا أنه في طبق الأنبياء، أنه في طبق أعلى، وخصوصا لما رأيته مع سليمان عنده ملك عظيم. سليمان شرفه الله تعالى بالملك العظيم في الدنيا، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولا شك في الآخرة غادي يكون من أصحاب الملك العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الصفات اللي ذكرت في الوالد ديالك أختي لطيفة أنه كان طوام يصوم الاثنين والخميس، وأنه كان يملأ وقته بذكر الله، وأنه كان لا يصاحب من يتحدث في أمور خارجة عن أمور الدين، كله علامات على أن الوالد الحمد لله كان حسن السيرة والسلوك، وأنه قضى مدته في الدنيا بنجاح، وأنه الآن ذهب إلى رحاب الإيمان عند الرحمن لينال الجائزة. كل ما في الأمر هو واحد الإنسان دوز امتحان ونجح فيه بامتياز، والآن رحل ليأخذ الهدية، فلابد أن نفرح له، نفرح بأنه حياته كلها صلاح وفلاح، وقد ختم الله له بالحسنى وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم جاءتنا منه رسالات، هذه الرؤى المنامية هي رسائل مطمئنة بأنه الحمد لله في وضعية مريحة، لكن يبقى دائما الفرق صعب. أنا لا, لا, لا أتعجب من هذا الكلام اللي قلت لطيفة، أن البنات اللي فيهم الحنان والعطف يبقوا يشعروا دوما بواحد الجراح ديال الفراق، الفراق صعيب وصعيب جدا.
كلنا نعلم بأن أمواتنا هم في ضيافة الرحمن بإذن الله، ولكن مع كل هذا الجرح لا يكاد يندمل. يعني كتكون السنوات اللي قضيتها مع الأب ديالك وأنت طفلة صغيرة، كان يأخذ بيدك، كان يداعبك، كان يحملك بين أحضانه ويضمك، كان يقبلك، كان يشتري لك مستلزماتك. وحينما كبرت وتزوجت كان دائما الوالد هو اللي يرعى شؤونك ويخاف عليك، كان دائما الرضا ديالو كان يغمرك. الآن وقد رحل، كل هذا رحل معه، كتشعر بواحد الفراغ عظيم جدا. فليس من المستغرب أن تشعر بالحزن والبكاء والجرح، هذا أمر طبيعي، هذه النفس البشرية، وهذا هو التراحم. وهذا البكاء الخفيف راح توا من الرحمات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبكي لما مات ابنه وفلدت كبده إبراهيم، بكى النبي الكريم حتى ابتلت لحيته، فقيل يا رسول الله كيف تبكي؟ لما البكاء؟ قال لهم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. الموت هي مصيبة، هكذا سماها القرآن العظيم، إذا أصابتكم مصيبة الموت، هي مصيبة تصيب في الكبد وتجعل صاحبها يشعر بالألم. لكن حينما نوطن نفوسنا ونعتقد بأن أمواتنا ذهبوا عند الرحمن لنيل الجائزة، كيكون الحمد لله الرحمة في القلوب. البكاء لا ينفع الميت، ما ينفعه هو الدعاء الصالح، وأيضا ينفعه أن نتصدق له بما تيسر، وأن نصل رحمه، نصل العائلة والأحباب، دق أبوابهم رغم يكون شنآن أو خلاف، نتجاوز كل ذلك ونقبل الأيادي ونقبل الرؤوس ونحاول ما أمكن نكون متسامحين وعطوفين فيما بيننا. كل هذا يدخل السرور إلى قلب الميت في قبره، لأن الميت يعلم ولا يعمل، الأموات يعلمون ولا يعملون. من يموت الإنسان مباشرة الله يكشف له ستار الغيب ويرى كل شيء بعيني قلبه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويسره ما يفعله أبناؤه وبناته من دعوات الصالحات ومن صدقات ومكرمات ومن زيارات عائلية وصلة للأرحام، كل هذا يسره. ويسيئه إذا كان هناك شنآن وخلاف، إذا كان هناك تباغض وتقاطع، وللأسف هذا هو اللي كاين في المجتمع كثير منه. غير كيموت الإنسان كتبرز الخلافات وكتبرز العداوات وكتبرز التقاطع. وهنيئا لك أيها الصبار وأيتها الصابرة، هنيئا لكم أيها المحسنون الذين يشعرون ويشعرون الآخرين بتفاهة الدنيا، ونحرص على أن نبقى هكذا متمسكين متآلفين. تبقى دائما الوالدة هي الخلف عن الوالد، وهي تبقى دائما يترية، هي المصباح الذي يضيء ظلمة البيت، وكي حوله يتجمع الأولاد والبنات والحفدة. ما دامت الأم موجودة تحجم نقصات، لأن الأم عطيها الله تعالى واحد السر أن الأولاد والبنات يبقون متحلقين حولها وهي كتجمعهم. الأم لا قدر الله إذا توفيت هناك توقع الفراق الحقيقي، فراق الحقيقي بين الأبناء والأولاد والعائلة عند وفاة الأم كتكون الصدمة الكبرى. لكن من كانت أمه لا تزال على قيد الحياة فليدعو لها بطول العمر ويدعو لها بالشفاء، وليحرص على أن يخلق لها جو يكون مناسب مطمئن حتى تشعر بالراحة وتشعر بالطمأنينة، وربنا يطيل عمرها. أسأل الله الكريم المتعال أختي لطيفة أن يشافي أمك، الله يطول لها العمر، الله يزكي لها الأعمال، الله يخلي لكم بلسم للجروح، وتبقى إن شاء الله لما بين العائلة مجتمعين كاملين. والزوج ديالك الله يحسن عوانه كيضرب الطريق ذهابا وإيابا، نسأل الله تعالى أن يجعله يسافر سالما ويعود إليكم غانما، الله يحفظه في السفر والحضر والذهاب والإياب، وفي النوم واليقظة والحركة والسكون، ورب عز وجل يعاونه على المهمة دياله، ويجعل بينكم المودة والرحمة ويجمع الشمل ديالكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنقول دوما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي هذه الحياة، الإنسان كي يدوز الفترة الزمنية اللي أعطاه المولى عز وجل ثم يرحل.
ولهذا نأخذ العبرة أيها الأحبة الكرام، قبل أن نرحل علينا أن من قبل الرحيل وجب العمل، لأن العمل به كتلقى الله عز وجل بقلب صادق وبقلب سليم وبأعمال خالصة لوجه الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لنا لطيفة، رزقكم الله صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام، وإن لله وإن إليه راجعون. نتحول إلى مراكش مع لالا غزلان. انقطع الخط عن أختنا غزلان من مراكش، ما عندي رأي غزلان، وغنمشيو إلى أسفي مع أخينا ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سي ياسين. بخير بخير، لاباس عليك العائلة ومالين الدار. الله يطول عمرك، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك مولاي. بارك الله فيك وكتنورنا بهذا الكلام ديالك، كنرتاحوا ليه بزاف شي شويه، وكتنور ان شاء الله الامه الاسلاميه، جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يكبر بك مولاي. معك ياسين من ياسين، يعني حافظ القران جزء الكاف ان شاء الله، من جزء الكاف يعني من القران الكريم. بارك الله تبارك الله سي ياسين. خبرنا يا ياسين، كيف حفظت القرآن؟ اش من سن بديتي وفين كنت كتحفظ؟ كنقول يعني عن طريقة برايس، كتاني بالسمع، غير بالسمع. بالسمع، لا اله الا الله. شكون اللي ساعدك سي ياسين؟ يعني القرآن تاريخ كاملا، يعني انا حفظت قول يعني كنقول بالسمع، السكة الثانية يعني بطريقة برايس، يعني التصحيح يعني راك عارف حدانا انا. اي نعم، الاولى حفظا والثانيه رسما. الثانيه رسما بطريقه برايل. واحد المدرسه ديال كره كتعرف سعد الرزاق الوزقيطي، يعني رئيس مجلس الامراء ولا عضو دوله المغرب. اي المدرسه طبعا هذه يخفى القمر. اي سعد الرزاق الوزقيطي رجل من علماء الامه، رئيس المجلس العلمي للاقليم اسفي، والحمد لله اصلح الله به وعلى يديه. لا اسفي ولا على عضو يعني في المغرب كامل. اي نعم سيدي، اياه الله يحفظك مولاي. يعني بغيت نقرا ان شاء الله ما تيسر من الذكر الحكيم. الله اكبر، اياه مولاي. بسم الله، تفضل تفضل. احنا سعداء نسمعوا القران الكريم من القلوب الطاهره، الناس اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصه، كيفقدوا البصر او عندهم ظروف صعبه، واستطاعوا ان يحفظوا القران الكريم بصدق وبنيه، وكنعتبروا بان القراءه ديالهم هي بلسم للجروح. وهذه واحد الرساله للمستمعين، اخونا ياسين سوف يقرا، وهذه القراءه ديالو راه كتكون بحال الرقيه، راها رقية كاع اللي غيسمع ليها الآن في أذنه وقلبه، غتكون تطهير وشفاء، وغتدخل البيوت ديالنا، وكل واحد في بيته أو في محله أو في سيارته غتكون إن شاء الله له رقية في البيت والمحل وفي السيارة وفي كل المكان اللي هو فيه. نطلب الله تعالى يتقبل من أخي ياسين هذه القراءة المباركة، ويكون لها التأثير العميق والقوي والإيجابي في قلوبنا وأبداننا وفي بيوتنا وممتلكاتنا. تفضل سي ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الساجدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآكلنا وآية منك وارزقنا
وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الآدمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. سياسين كنشكروك مولاي هذه القراءة الطيبة، هذه القراءة الكريمة، هذا المقطع الذي يتحدث عن الحوار الأبدي الذي يكون في السماء بين الله رب العالمين وبين عيسى بن مريم، عيسى بن مريم الذي سوف يدعي النصارى بأنه إله أو ابن إله، ومنهم من يتخذه معبودا. فربنا سبحانه وتعالى سوف يخاطب عيسى بن مريم ويسائله، هل أنت الذي قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وسوف يتبرأ سيدنا عيسى من هذا الزعم ويقول هم الذين اخترعوا هذه العبادات وهذه الطقوس، إنما هم رهبان وأحبار جاءوا متأخرين، هم الذين أبدعوا وهم الذين ابتدعوا هذه العقيدة، سموها عقيدة التثليث، الله والابن وروح القدس. وإلا فإن العقيدة منذ أن جاء الرسل منذ آدم عليه السلام مرورا بباقي الأنبياء والمرسلين هي عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه العقيدة الحقيقية. وكنشكرك السياسين على هذه القراءة الطيبة، على هذه القراءة المباركة، بارك الله فيكم وزادكم الله تعالى من فضله. نحن نكون سعداء دائما من خلال أن بعض الأحبة الكرام من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحفظون القرآن، كل مرة يتصل بنا شي واحد منهم ويقرأ لنا واحد المقطع، واحد ثمن أو ما يزيد أو يقل، كنعتبر بأن القراءة ديال هؤلاء الشباب والشابات المكفوفين والمكفوفات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، القراءة ديالهم رها مباركة، رانا نتفائل بها ونتبرك بها، وكنعتبرها رقية قرآنية، كل من يسمعها في أذنه وفي قلبه
وإذا تليت في أي بيت وفي أي محل راك تكون هذيك القراءة رقية وشفاء ونور وبركة وضياء. وحنا سعداء بكل الأحبة يتصلوا بنا بين الفينة والأخرى ويسمعون مما أكرمهم الله تعالى من كلام الله. يكفي أنه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفيه ثواب وجزاء عريض. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ونواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة غنتحول إلى إقليم بسليمان معنا للا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور قريبان. أهلا بك للا فاطمة. شرفين دكتور مدير تقبلت لي الخط هاد الليلة. الله يجازيك بخير على اللي كتقدم. المهم أول حاجة دكتور بغيتك تدعي معايا، أنا مريضة اللي هضرت معاك في رمضان فاطمة الزهراء نواحي في سليمان. أييه عقدت عليك للا أييه. نعم دكتور الله يجازيك بخير، تدعي معايا دائما وكنحاول نتصل بيك والرقم ديالي ها هو خذو الله يجازيك بخير. غير استشارة هكذا بعض الأمراض كيكونوا فيا كنحس بهم. أول حاجة الصداع ديال الراس مع سنين وأنا كنعاني منه خصوصا دابا هاد الأيام هاد اليومين رانا يلاه اليوم وديت شي شوية. المهم دكتور عندي واحد الآية بغيتك الله يجازيك بخير، هي في سورة النساء. كنت في رمضان بغيت نشارك نتصل بيك وما قبضتليش الخط ونيت كنت مريضة الحمد لله. الآية كتقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من آية خمسة ما نتكرها سورة النساء. نعم هي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واش مثلا انا الا نويت شي هكذا شي صدقه، واش مثلا غنبقى نشوف هذاك الانسان هو اصلا يكون محتاج مخصوص، اما ضعيف مريض خصو شي حاجه، واش هذا الانسان كيصلي ما كيصليش؟ المهم هذه ثاني حاجه، واش متعلقه بالارث اذا كان شي واحد من الوراثة مثلا ما كيحافظش على المال هو هذاك الشيء غادي يكون رزقه، واش مثلا الوراثة يمكن يحرموا هذاك؟ ما فهمتش انا هذه الايه ولا تنسوا السفهاء اموالكم. يا بقى شيء آية أخرى مراها ما اتذكرتهاش. التي جعل الله لكم قيما نعم فيها واكسوهم وقولوا لهم نعم قولا معروفا. نعم واش هاد الأموال احنا خصنا كلنا مثلا بغون تصدق ولا نعاون شي واحد وخا يكون هو ما وين حالته الله يتجاوز عنا جميعا، وين هو كيكون خصو مساعدة انت ما غاديش تبقى تدخل في. ودكتور الله يجازيك بخير دعي معايا ودعي لي مع اخوتي كاملين يجعل بيناتهم ربي يجمع بيناتهم الشمل وتكون هذيك اللمه ديال الاخوان، ودعي معايا والله يجازيك بخير ما تنساش الرقم ديالي خذو ودعي لي مع الوالدين والوالده خصوصا عيانه شويه. الله يجازيك بخير الدكتور دعي معايا بزاف راني كنمر بواحد الازمه صحيه الله يكثر خيرك. الرقم ديالي بغيت غير شي استشاره ماشي شي مساعده ولا شي حاجه. مرحبا لله. الرقم ديالي هو عندك هو ممكن باين. بارك الله فيك لالا فاطمة، كنشكروك بنتي، الله يشافيك لالا، الله يشافيك ويعافيك ويداويك. جوابا لالا فاطمة على صداع الرأس، معلوم أن الرأس قد يشعر الإنسان بصداع إذا كان ربما حمله ما لا يطيق، لأن كل عضو من أعظم الجسم إذا حملته فوق ما يطيق كيشعر بالألم، كيعطيك سينيال كيقول لك كفى لقد أرهقتني. قد يكون السبب أيضا أن الإنسان كيكون ساخن، خد حمام ساخن في مكان دافئ ثم كيخرج للتو بغتة إلى مكان بارد كتسمى صدمة برد فيصاب الإنسان بصداع الدماغ. وقد يكون السبب هو الشقيقة وهي وراثية كيشعر بأن دماغه مشقوق. هي أمراض الرأس كثيرة ومتعددة ولها أسبابها معروفة، لكن أخطر أنواع أمراض الرأس اللي يطول ويطول ويطول هو سببه ما يسمى بالتفكير الغير المنقطع. هو ماشي مرض عضوي، هو مرض عبارة عن مرض سيكولوجي كيتسمى التفكير الغير المنقطع. كيكون الإنسان كيبقى يفكر في واحد القضايا محددة اللي هي سببت له الألم، كيبقى يفكر فيها اليوم وغدا وبعد غدا واليوم اللي بعده على طول، وكيبقى يطرح السؤال كيف جرى ولا لما جرى وهكذا دائما كيف وما السبب ولماذا، كيبقى يطرحوا علاش وقع وعلاش وقع. اللي كيتصاب بشي بلاء من هذه الابتلاءات في الحياة الدنيا
إما ضياع أموال، ضياع فرصة، إما تهمة بالباطل، إما شي معاناة شديدة، وكيبقى يقول علاش وقع هكذا ولماذا وقع هكذا. التفكير الغير المنقطع يؤدي إلى صداع فظيع في الدماغ، ما ينفع مع الطبيب. وختمشي عن الطبيب وتأخذ الأدوية غير مسكنات، سرعان ما يعود المرض من جديد. العلاج يتم عن طريق إغلاق ذاك المفتاح، ذاك الصنبور الروبيني اللي كيدوز الماء، كنقطعوه بحال الروبيني كيدوز الماء، وانت كتقوم بتنظيف المكان. لا خصك اولا تسد الروبيني عاد تنظف المكان، غتكون تمكنتي من القضيه. تحاولي لفاطمه ان التفكير المنقطع نحيده. ورجع الناس عندهم كل في جاته، كل اللي عنده مشكل مالي، كل اللي عنده وقع لي اما سرقات في الاموال، واما خسارات في الاموال، واما كيجي علاش كيبقى يطرح سؤال. كل اللي ما عنده ساعد في ولاده، كل اللي كيوقع لي انحراف في واحد من افراد الاسره، كل اللي كيتلقى اتهامات باطله، وكيبقى يطرح السؤال كما قلت لماذا، ما السبب، وكيف حصل. هو مقتضى الايمان كيعلمنا لا تقول كيف جرى ولا لما جرى. هذه كنطلب من السادة المستمعين يحفظوها عن ظهر قلب. الحياة الدنيا ماشي دائما نحلل ونناقش، كنا أشياء لا ينبغي أن نحللها ولا أن نناقشها، وإنما نرميها في دائرة القضاء والقدر. لا تقول كيف جرى ولا لما جرى، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الصداع ديال الدماغ ربما قد لا يزول أبدا إذا كان التفكير الغير المنقطع متصل، والعلاج دياله كيكون بإغلاق الفكر وإطلاق العنان للذكر، أن اللسان كيبقى يذكر الله عز وجل باستمرار، وأنك تجلس مع الذاكرين. هكذا التفكير الغير المنقطع كيبدأ يتراجع رويدا رويدا حتى يزول. أسأل الله الكريم لنا فاطمة، الله يشفيك ويعافيك، الله متعك بالصحة والعافية وتمام العافية. خذي لك واحد السبحة وبقى يديرها في يديك باش تذكرك. السبحة ماشي راه بدعة، هي بدعة حسنة اخترعوها بعض العلماء والفقهاء باش الإنسان دائما ما ينساش يذكر الله. ملي كيشد في يدو كيبقى دائما خصو لا ينسى يذكر الله، لأنك الحياة الدنيا كتلفك، ولكنك السبحة في يدك كتقول لك لا تنسى ذكر الله. وحتى أنا جلست مع شي ناس وكانوا كيتكلموا هما في الدنيا، كيشوفوا السبحة بيديك كيحاولوا ما أمكن يقتصرون في كلامهم على أمور الدين، وكيكون هذا هو أحسن علاج. الله يشافيك ويعافيك ويداويك. وجوابا على السؤال اللي طرحتي للا فاطمة، الآية من سورة النساء والتي يقول فيها المولى عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا المعنى ليس كما فهمتي أن المال شي واحد سفيه نعطوه واحد الصدقة هو مسكين متشرد أو كذا، لا، المقصود هم هذو السفهاء أصحاب أموال، يعني واحد الإنسان آلت له التركة، ماتوا والديه أو ماتوا أجداده وخلوا له ثروة كبيرة. هالثروة إذا كان هو سفيه، سفيه ربما ماشي مختل عقليا، قدر يكون عنده منطق عقلي مزيان، وربما أحسن منا، كيلبس مزيان وأنيق وكيتكلم مزيان، ولكنه سفيه. ما معنى السفيه؟ أنه غادي يأخذ الأموال غيمشي مباشرة إلى الملاهي، غادي يمشي الى الكازينوهات، يلعب القمار، غادي يمشي للخمارات يشرب الويسكي، غادي يمشي للمكان النسائي ديال الفساد. هذا هو السفيه. السفيه لا يقدر المال كينفقه، وهو لا يقدر يضعه في الحرام، وينفق بسخاء. وهذا مشاهد ياما كنعرفوا حتى في وقتنا المعاصر. هذا عدد العائلات الكبيره، عائلات كبيره مشهورين، أسماء لا أريد أن أذكر أسماءهم، كانوا أثرياء جدا جدا، كانوا رجال أعمال، ولما توفوا تركوا ثروات دي مليونير، وخلوا أولاد. هذوك الأولاد للأسف لم يعلموهم الإيمان والتقى، فكان الولد غدا أصبح ثري، آلت إليه تركة والديه، تركة كبيرة ضخمة. كتلقى دائما في أماكن الملاهي، كتلقاه كيجمع مع صحابه واحد الشلة ديال الأصدقاء السوء، وكتلقاه ينفق بسخاء.
كيلعب بالأموال كيلعب بها، ووالده ربما جمعوها بتعب ومشقة وسنين طويلة هو كيلعب بها لعبا. فهذا هو اللي قال فيهم الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قول معروفة. يعني أعطيه هؤلاء السفهاء ما يقيم به شؤونه من طعام وشراب، وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني يعطيه الضمان ديال الماكلة ديالو والشراب ديالو حتى يعقل حتى يصير. لأن ربي عز وجل أول الآيات غيتكلم على 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 اليتامى، على اليتامى، ويتكلم على لما قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. السياق ديال الآية تفسير القرآن يكون التفسير بالسياق والسباق واللحاق وأسباب النزول. في أول الآية تاع النساء يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ما معنى هذا؟ كان أيام زمان تقوم الحروب وكيكون واحد الأب دخل المعركة ومات وترك أيتام، ترك مثلا بنت يتيمة، هذه البنت اليتيمة كيكفلها واحد الرجل صالح، كيكفلها وكيكفل لها المال ديال باها، المال ديال باها كيحفظوا لها. كان أيام زمان عنده جمال وعنده ذوق وعنده مواشي وعنده أراضي فلاحية وعنده تجارة، كيكفلها واحد الكفيل وكيتهلا في ديك البنية. ومن بعد ديك البنية ملي كتكبر كيجيو الخطاب، كيجي الخطاب وكي يبغي يطلب البنت، وغادي يعطيه للبنت وغادي يعطيه يسلمها الأموال ديال باها. فكين اللي قلبه فيه الدنيا يقول لك: أنا أعطيه الجمال بما حمل، هذيك البنت غنزوجها لهذاك، نزوجها لنفسي أنا أولى، هي ماشي محرم المحارم، نزوج بها أنا ونأخذ الأموال ديالها وأنا أولى من الغريب. فانزل القرآن الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال لنا: خلي لك اليتيمة، درتي لها عمل لله خلي مقبول، وانت لا بغيت تزوج فعلا راك أعطاك الله تعالى تزوج غيرها من النساء. وهنا فتح الله باب التعدد وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مباشرة قال نوع آخر من الأصحاب التركة من غير اليتامى وهم الكبار، اليتيم هو دون بلوغ، دون سن البلوغ كيتسمى يتيم، قال من 16 سنة 18 سنة كيتسمى يتيم، لكن 30 سنة هذا لم يعد يتيم، كأنه سفيه، خلوا له الوالد الثروة كبيرة، إذا سلمناها له وهو سفيه سوف يضيع الأموال في تفاهات. لهذا ربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. علاش القول المعروف؟ لأنه سوف يرفض ويقعد تحيش من جهات أخرى ويقول لي: هذه أموالك وأموال والديك، ويبقى الصراع والخصام. فربنا قال: وقولوا لهم قولا معروفا. لالا فاطمة الزهراء الله يحفظك، لالا الله يطول لك العمر، اللهم تعالى يشفيك ويعافيك ويداويك، والله ينفعك بهذا القرآن العظيم. أجمل شيء هو أن الإنسان يقرأ كلام الله ويحرص على أن يفهم معانيه ويعمل بأحكامه ويستشفي به. القرآن الكريم جاء للقراءة وللفهم والعمل والشفاء به أيضا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حفظكم الله ورعاكم الله وأسعد الله أوقاتكم. ونواصل أيها الأحبة الكرام، نواصل اللحظة، نتحول إلى إقليم فاس، معنا للا خديجة. خديجة من فاس، ربما انقطع الخط عن أختنا خديجة. على كل حال سوف نبقى مع فاصل قصير جدا أيها الأحباب الكرام لنرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصالح في هذا الوقت المتأخر من الليل، لعله يكون ساعة إجابة. إذا فاصل ثم نعود لندعو الله تعالى، فابقوا معنا. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحمد لله كاشف الغم، الحمد لله منفس الكرب، الحمد لله مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، الحمد لله كاشف السوء. نحمده تعالى ونشكره على كل حال، نحمده ونشكره على نعمه الجليلة وأفضاله الجميلة، نحمده على المحبوب والمكروه، آمنا بالمقدر والمكتوب، كل من عند ربنا.
آمنا بالمقدر والمكتوب، كل من عند ربنا لا نهلك، وهو سبحانه رجاؤنا. فاللهم يا كريم يا رحم يا الرحمة الواسعة يا رب العالمين، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تتجلى علينا برحماتك الواسعة. اللهم تجلى علينا برحماتك الواسعة، اللهم تجلى علينا بفضلك وإحسانك، وتجلى علينا بمغفرتك ورضوانك. اللهم إنا نسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك. اللهم يا رب إنك واسع الكرم وكثير الجود، نسألك اللهم أن تتجلى علينا بالعطاء والكرم والجود، وتتجلى علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم يا رب العالمين، إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا رب إن عبادا لك يعانون الأمرين، عندهم من البلاء والشدائد والأمراض والفقر والأحزان ما لا يخفى عليك. اللهم يا رب العالمين، إنا ببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، إنك واسع الكرم وكثير الجود. نسألك يا ربنا أن ترزقنا الخير والبركة، وأن ترفع عنا الشدائد والمحن والآلام. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا رب إنا نسألك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسألك اللهم نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك، يا حنان يا منان يا عظيم الشان. اللهم يا رب العالمين، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم بدل حالنا من حال إلى أحسن حال، اللهم بدل أحوالنا من حال إلى أحسن حال. يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من هو كل يوم في أمر جديد. اللهم أخرجنا وعبادك المؤمنين، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك باسمك الأجل الأعز، وباسمك الواحد الأحد الصمد، وندعوك باسمك العظيم الوتر، وندعوك باسمك الكبير المتعال الذي ملأ أركان كلها. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا وعن عبادك جميعا الضر. اللهم هناك من أصابه الضر في دينه، وهناك من أصابه الضر في بدنه، وهناك من أصابه الضر في أولاده، وهناك من أصابه الضر في أمواله، وهناك من أصابه الضر في سمعته. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا وعن عبادك المؤمنين ما بنا من ضر. اللهم ودبر لنا شؤوننا، فإننا ضعفاء لا نحسن التدبير. يا رب إنا نعود بقدرتك على قدرك، نعود بقدرتك على قدرك. يا مدبر دبر لنا أمورنا، فإننا عجزنا عن التدبير. اللهم إن عبادا لك قد عجزوا عن التدبير، فدبر لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم يا جابر الكسر، اجبر كسر عبادك المؤمنين، اللهم اجبر كسر عبادك المؤمنين، والطف بنا يا رحمن يا رحيم بألطافك الخفية، كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها. ألطف بنا في قضائك وقدرك الذي قدرته علينا. يا رب نحن لا نرد القدر، وإنما نسألك اللطف فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، يا صارخ المستصرخين، ويا غوث المستغيثين. يا رب إنك ترى مكاننا وتعلم أحوالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. عجل لنا جميعا بالفرج، عجل لنا جميعا بالفرج، وارحم جميع أمواتنا. اللهم ارحم جميع أمواتنا، اللهم اجعلهم عندك ضيوفا مكرمين، واجعلهم في قبورهم آمنين، وأدخلهم جنة
الفردوس أجمعين بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم جميع أمواتنا واصلح أحياءنا، اللهم اصلح أحياءنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج ببركة الصلاة على مولانا رسول الله. يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.